عشيتكم مبروكة، مرحبا بكم. شكون قال لكم عنديش لا فورس؟ عائلة منغور، عائلة وانجلي، والقفة اللي فيها مئات المليون. وسلامنا على المديرة وشنيوة. مرحبا بك سي عبد الكريم، زادتنا بركة. جيتوا من برج الكيفان من العاصمة. قدم لنا لافامي سي عبد الكريم. شكون فهد؟ شكون هذا السبع هذا؟ فهد الله يبارك. ليكوزا سفيان. واش راك سفيان؟ رضوان عبد الرزاق. هادو كاع ليكوزا. ليكوزا تاعي. الله يبارك. راكم معولين؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله. جبتوا الفات حتى هما عندهم حتى هما الله يبارك. مقابلة صعيبة. والله غير صعيبة وصعيبة بالبزاف. في التيرة. دوك نشوف. راكم واجدين. خليكم تيشوفيو ما بيد نروح. جبت لنا مصحف. مصحف. الله يبارك شبيب. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة. اونجلي هذه المرة الثانية ولفتوا سي بون خلاص راكم وليتوا لي زونسيان. انا مالي الدار. الله يبارك. حبيت نسلم على المهمة اللي بعثت لنا سوبر جاتو. قولها كثر خيرها وسلمنا عليها. فوالا عاود قدم لنا العائلة زكريا خوك. نعم. وهذو اللي قعدوا ليكوزا. ليكوزا. محمد رضا، عبد الغني، وعبد الصمد. وربحتوا 2,610,000 بصح بعدها. واش يكفوكم؟ واش ديروا بهم؟ لازم لكم 100 مليون. ان شاء الله. راكم واجدين؟ ان شاء الله. واجدين. عبد الرحمن وعبد الكريم المرحلة الأولى. واش راكم؟ عبد الرحمن. عبد الكريم متزوج حفاف. بيان سور. الله يبارك. زميل. زميل في الفرطيس. يعيطوا لك كريمو. كريمو بيان. دير سبور. مين ذاك؟ عندك صالون ديالك؟ صالون. صالون. تاعك ولا مش شركة؟ ولا انا شركة انا وشريكي. داك الله يبارك. شحال لاكوب؟ بولا 1. بولا 1 25. بولا 2. 25. بولا 3. بولا 0. كادو. كادو هاني نجي مال وكيراتين خويا عندي. حبيت ندير لا كيراتين. بيان سور نديرو لك. شحال شحال غاليه؟ غاليه. مربعة 400. 500,000. 500,000. شكون كيراتين يعني؟ سفيان. سفيان. بيان سور. انت خاطيك لا كيراتين ولا والو؟ شويه جال. سامبل. شويه جال. ميم با. تخشخو بالماء. عبد الرحمن انت بروف تاع تربيه بدنيه فيزيك تاع الرياضه في ثانويه. في ثانويه. اوكي. متزوج. الله يبارك. وعندك شحال من دراري؟ مازال. الله يبارك. ان شاء الله كل يوم نفولوا. قريب يا ربي عندي سمانه ملي. سمانه بصح ولا انا ما نصفقوا عليه ولا ولولوا. كون نعرف نولول نولولوا لك. لو كان كرينا لك ولوالات. نورمالمون. اباوي ما عرفناش بصحه ولا هنا كل شيء. الله يسلمك. العاقبه لي مازال. العقوبه اللي قعدوا. انا عندي بنيتها. عندك بنيتها؟ واسم كيسمها؟ اسراء. الله يبارك. حيوها بالمناسبه. واش دور روحكم؟ واش هي الاشياء حوايج تسمى اللي نستعمل فيها الحليب؟ ياورت. ياورت. الياغورت. الياغورت قالوها 100 من الناس ولا ما قالوهاش؟ الياغورت فيه الحليب ما قالوهاش. عندك باك الحق. في الطياب. المديره وضح وضح. عبد الرحمن كيفاش يقولوا لي كراتا. كراتا. في الكراتا. كراتا يا سعده تعرف دير كراتا. كراتا قالوها 100 من الناس ولا ما قالوهاش؟ في لي كراتا. عندك الحق بصح ما ذكروهاش 100 من الناس. فهد واش هي الاشياء الحوايج اللي نستعمل فيها الحليب ولا نزيدوا فيها الفلون. الحليب؟ الفلون. الفلون. باين تاكل فلون واش يا زهير؟ باين. تفضل 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 تفضلوا 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 هكذا. واش تاكل انت يا وحده؟ اربع طيسان ولا خمس طيسان تاع فلون يا ربي. سفيان واش هي الاشياء الحوايج اللي نستعمل فيها الحليب؟ كاطو. 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 كاين كاطو لازم له الحليب. عندك الحق. 100 من الناس اكو ملاح. رضوان. حاجه لازم لها الحليب نستعملوا فيها الحليب. هاي هاي يا رضوان هاي قول قول حاجه معليش.
يا يا معليش معليش عبد الرزاق لابيري 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 فيها الحليب يعرف لا لابيري حسيت البطاطا الطوبي جابها عندك الحق هاي يا عبد الكريم اكون ملاح حاجه لازم لها ولا نزيدوا لها الحليب نزيدوا لها حاجه نستعمل فيها الحليب قلتوا لابيري الفلون الجاتو تشاوروا عائله وونجلي فهد هاي جيب لنا بون ريبونس هاي اخويا فهد حاجه لازم لها الحليب ولا نزيدوا فيها الحليب خموا شويه العصيدة البطاطا الفلون الجاتو اي يا 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 معليش اي يا عبد الصمد حاجه نزيدوا فيها الحليب ولا لازم لها الحليب ليكراب ليكراب حضير العصير عصير فرماج فرماج زكريا كريم شانتيي كريم شانتيي ما ديش كيما هذيك واش تقول ليكريم ليكريم الكريمات الكريمه الكريمه الفلون الجاتو العصيده والكريمه الكريم قالوها ميام الناس ولا ما قالوهاش الكريمه مديره ما قالوش الكريم عندكم الحق واش قلت انت على الكريمه واش قالوا ميام الناس واش قالوا ميام الناس البيشاميل ايه لازم تعرفوا لها هذه البيشاميل العصير شكون قال عصير محمد عبد الغني عبد الغني المحلبي و العجائن كاين شي خبز بريوش لازم له الحليب هذه يعني لازم يعني جينيرالمون نسا هما اللي يعرفوا هاد الاجابات معليش اليوم غير سبوعه زكريا اك واجد اك واجد اك واجد مبروك عليكم حقها 47 نقطه لعائله منوف ونزيد نعيط لفهد للمرحله الثانيه مرحبا بكم الله يسلم واش دير فهد نقرا كونطابيليتي كونطابيليتي سيليباتير غير متزوج تحب الفوت واش تحب نلعب بالون تلعب بالون دير سبور ميسكولاسيون شويه ميسكولاسيون واش دير الحديد مين دا ترفد شحال ترفد شنو شحال نخدم الخفيف برك انا واش عرفت ما كثرش قسمه تبان هذا ما اي كورفي راك صافا لاباس الله يبارك صافا كورفي ها ولا لا لا هذه هي لازم ترفد في الكوشي مين داك شحال كوشي 110 انا جا 100 فيا 40 كيلو انا نرفد 100 نخافوا العين الله يبارك ما شفتش مقبيلت كيش طبعتكم الله يبارك كاين لي فور اي متكوك برك اون كاستري زكريا حتى انت في السبور راك حاب دير شغل خوك كيف كيف هكذا كي اليوم ان شاء الله فوالا شحال في عمرك 22 هذا العام 22 ان شاء الله الله يبارك وانت يا 24 الله يبارك بارك فيك عندك كونت فيسبوك كاين وانت كاين خاطب اه ولا لا ناوي والو معين بالك مروبيري والو لا بون كونسونطري دركا اذكر حاجه دوب غلاسون غلاسون الغلاسون يدوب الغلاسون قالوها ميام الناس ولا ما قالوهاش بالك ما قالوهاش وانا على بالي حاجه تدوب الثلج قالوها 18% زبده الزبده تدوب الزبده طبي جابها في قسنطينه بسكا العاصمه وهران عملنا صبر الاراء محمد ريده اذكر حاجه تدوب سكر السكر يدوب مية من الناس قالوا السكر يدوب ولا ما قالوا السكر راكم بها عبد الغني داب قبل من السؤال تفضل تفضل عبد الغني هاي واش يدوب قلت لكم داب قلت لكم راح يدوب واش الحليب عبد الصمد شيكولا شيكولا مديرة الشيكولا عبد الرحمن فرماج الفرماج يدوب الفرماج يدوب شحال سال هذا السؤال لا ما ذكرهاش ميام الناس تشاوروا عائلة من غور تشاوروا زكريا الملح الملح يدوب الملح يدوب الزبدة السكر التلج الشوكولا الملح اذكر حاجة تدوب عبد الرزاق البلاستيك البلاستيك كيف 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 فهد كيف كيف وانت الحديد الحديد قلت الحديد
يا ضاهد الحديد اللي يربحك ولا يخسرك الحديد فنبه. يا يا ماشي ما ذكروش الحديد، عندك الحق على الحديد، بصح مية من الناس قالوا ولا ما قالوش؟ واش قالوا؟ المثلجات لا غلاس البلاستيك والشحم. الشحم لازم دير سبور باش تذوب الشحم. عبد الكريم لو كان سمعت لهم وما خشنش راسك معليش معليش ماشي كاينه من الحديد يدوب عندك الحق بصح مية من الناس قالوا البلاستيك ما اسقه هذوك الناس. 47 69 لعائله وونجلي صوفيان. هيا وجد روحك، وجد روحك مع محمد ريده المرحله الثالثه. دوكا ما كاش واحد قصير عليا يجي يلعب غير بسلامتك. صوفيان واش دير؟ الكتريسيتي باطيه مون شانتي لعيبات. دوك ما تسحقش سلوم مليح. انا سلوم. تبدل لومبا والله يعطيك الصحة الله يبارك. فوالا. تلعب فوت؟ محمد ريدا. ايتيديون. واش من؟ بروميير اني. بروميير اني في باب الزوار. ما ديرني سبور ني والو. دير سبور. باسكيت كيما كاع باسكيت. وشنو؟ نحبو سي ار بي. نحبو سي ار بي. تحب سي ار بي؟ تحب سي ار بي وانت واش تحب؟ مولوديا. انت مولوديا. هاي الماتش بداو والاجابات مضروبين في زوج. وجد روحك. سقم الشوشه ديالك ماذا بك؟ صح اخويا. شوشه منا ماشي منا. ما حبش الزغد هذا من الصباح. نورمال. يا اخي عندك عبد الكريم ولا يستكلف. ما تحفلي بدراهم. ما تقولش 500000 يدي عليك. ما درتش. ما يديش. عاود دوزي له لا كيراتين داكور. عاود دغلك هذه الخطره. هيا وجد روحك. ما تروحش عنده وعلاش؟ عندي حفل سبيسيال. داكور. وجد روحك. واش اصبر مازال خا المديرة تحب. والله غير تشوف اليوم سنانها تاع الذهب. والله وجد روحك. لا واش تقدر تاكل في فراشك وانت مكسل؟ تبناج. مديرة وقال لك تبناج. وضح قالت لك شيكولا. شيكولا. أسد خلاص خلاص مكسرة. شيكولا لا 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 مكسرة. خلاص شيكولا شيكولا محمد ريدا ما تهدرش خلاص. كاوكاو لا صح. كاوكاو كاوكاو كاوكاو. طب إجابة محمد عبد الغاني. نشرب جو. نشرب جو. تشرب الجو. واش تقدر تاكل في فراشك وانت مكسل؟ تشرب الجو. واش تقدر تاكل تاكل؟ قالوا مية من الناس تاكل تاكل. عبد الصمد. شيبس. شيبس شيبس هذاك الفراش من بعد كيبدا. الشيبس لي شيبس الشيبس مليحة. عبد الرحمن. مايس المايس المايس المايس. شحال نكره الفتات في الفراش. تشاوروا عائلة منغور تشاوروا. زكريا. فاكهة. الفاكهة تاكل فاكهة تاكل فاكهة مكسل في فراشك وتاكل فاكهة. الله الله الفاكهة الله الله. محمد الريضة. زريعة. زريعة ومن بعد تقعد في فراشك الليل كامل تقعد. الزريعة الزريعة المكسرات لا ما قالوش الزريعة. 154 نقطة. عاية منغور عبد الرزاق. تاكل واش تاكل؟ تاكل في تاكل ولا تشرب؟ لا لا انت يتفهم تاكل وانت في فراشك ومكسل. ياورت. ياورت. ساندويتش. ساندويتش. هاي اخويا صوفيان الإجابة الأولى معليش هنا تقدر تقول يا باكو. مكسرات. شيء مكتوبة انت قعدت لي غير فاهم. ياورت. هيا سي عبد الكريم. بيان سور ياورت. ياورت. 100 من الناس قالوا الياورت مكسرات فاكهة شيب. الياورت 176 نقطة لعائلة منغور. مش بيك ما فرحتش. قلت لك مكسرات. يا حي على هذا. خلاص المكسرات خرجت الكلمة الأولى. مديرة قالت لك شوف اي حاطه دوك هي جامي ما بان دوك. الاجابه الاخرى الاجابه الاخرى المثلجات لا غلاس. 223 لعائله منغور و69 لونجلي. وش بكم هكذا يا عبد الغني زعما تسلكهم؟
تقدر إجابة مضروبين في كتا عبد الغني ورضوان. زعم راح رياضي صباح رضوان. انت سيليبات وش تدير؟ انجينير تيليكوم، نخدم شركة وطنية. شركة وطنية. خاطب متزوج؟ لا مزال. ناوي؟ مزال شوية. شكون دار لك لاكوب؟ وحدك؟ عبد الكريم. شحال خدا لك؟ قول الصح. لا والو. صافي علاش صوفيا ما يحفش عنده؟ ما يتفاهموش قوية. مرحبا بك عبد الغني. هذاك صوفيا اسمح لي، يعني فهمتوا علاش عبد الغني ما حبش عبد الكريم حبش يحفف له؟ واحد ما يحفش. ما يحفش. ما تقوليش عاود يدير لك مكسرة. ما نزيدوش. واش دير عبد الغني؟ عاود فكرنا، انت استاذ في التعليم الثانوي. التعليم الثانوي صافا مليح مع التلاميذ ولا مزير؟ جاب لي شويه مزير معاهم. شويه في النيل. اسمع، قالوا لي هذاك عبد الرزاق بصح يخبي لكم دائما دومينو. جابوا لي خبر هكا يتريشي صومبي. باين هذا اللي ياكل ياورت في فراش. واش دوركم؟ اجابات مضروبين في ثلاثه. واش اللي يخلي صوت بنادم يتبدل؟ الهيليوم. الهيليوم. هذه ساينتيفيك بزاف. الصراخ. الصراخ. الصراخ العياط. الصراخ. 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 تفضل. الصراخ. عبد الصمد، واش يخلي بنادم الصوت ديالو يتبدل؟ يتقلق. يتقلق. ماكش كاع مقلق. يتقلق. قالوها ميا من الناس ما قالوهاش. عبد الرحمن، كي مرض بالقراجم. كي مرض بالقراجم. ميا من الناس قالوا كي مرض بالقراجم. ردوا بالكم اجابات مضروبين في ثلاثه. لا شاوروا عائله منغور. شاوروا زكريا. لا غريب زكام. لا غريب انفلونزا هي. لا اي يا 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 يا. واش يخلي صوت بنادم يتبدل خويا عبد الرزاق؟ واش يخلي الصوت تاع بنادم يتبدل؟ يبحح. وشو إبحاح؟ إبحاح. البحة. واش يخلي صوت بنادم كيف البحة؟ كي البحة. يشوف فيا ما عنديش الإجابة. البحة يسمى واحد مبحبح. مبحبح كما قال سفيان. ما قالوش مبحبح. نبح هذا بح. بحب بيقول ما كان والو. هيا واش قالوا ميا من الناس؟ طوب اجابه. طوب اجابه. النهوض من النوم. كي تنوض من النعاس الحلق ديالك خشين. الاجابه الثالثه، واحد كي يدخن. التدخين مضر للصحه. واحد كي يبكي وواحد كي يكبر الصوت ديالو يتبدل يولي خشين وفيها. واش حبيت تقولي؟ ربحونا. يا حي علي. مشكل راكم رايحين وتخلوا لي سفيان. هذا هو المشكل. مبروك على عائلة منغور 200. وعلاش خسرتوا؟ وعلاش؟ يعطيك الصحة اخويا. وعلاش خليتوا لي هذا سفيان؟ مبروك عليكم على كل حال. شحال ربحتوا المرة اللي فاتت؟ 2,610,000. يعطيكم الصحة. أما احنا نتلاقاو مولا بيب. مبروك على منغور. مبروك عليكم. 2,230,000. هادو راهم ليكم. بصح انتوما جيتوا قاصدين باش تربحوا 100 مليون. وباش تربحوا 100 مليون ما عليكم غير تجيبونا طوب اجابه. طوب اجابه واحده. 10، 2، 20، 3، 30، 44 و 500 مليون مهديين من طرف سيفيتال سكور وكوش بيمبيز. شكون راح يتفضل معانا؟ اصبر شكون يجي؟ عبد الكريم و سفيان. سفيان كاش ولا لا؟ لا تفضل. روح بيت الطرشه. روح تفضل هنا. عندك 20 ثانيه، 5 اسئله. الا حصلت في وحده قول لي نجوز باش ما نضيعوش. يخلص ربي سهل بالربح. طرشوه مليح هذاك رضوان. طب واش مكتوب فوق غلاف كرعمه؟ معدني.
واش تروح تدير في البوسطة؟ نجيب الدرام. اذكر مغني جزائري اسمه طويل. تكفاري ناس. اذكر حاجة تديرها قدام المرايا. مستشاري. واش تهدي الواحد يحب يطيب؟ واش تهدي الواحد يحب يطيب؟ واش تهدي الواحد يحب يطيب؟ كويزينير. بالك ما لحقناش. دوك نشوف دوك نشوف المديرة باسكو جاب ربي. وصلت نورمال. لا 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 هي. هي ما تنيغوسيش عندها الريفاي. دوك نشوف دوك نشوف. كنت في الطومور. واش مكتوب فوق غلاف قرعامة؟ ماء معدن 18 بالمية. واش تروح دير في البوسطة اخويا عبد الكريم؟ جبدوا الدراهم بيان سور. تجبد الدراهم، نجبد الدراهم. طب الإجابة 10 ملايين إلا لحقتوا 200 نقطة. أذكر مغني جزائري اسمه طويل. تكفى ريناس. لا لا كاين طويل عليها. تكفى ريناس. تكفى ريناس. لا لا. لا لا كان طويل طويل. اذكر حاجة ديرها قدام المرايا. تمشط. واش تمشط؟ تمشط هذيك الشعرة 13 15 مليار. 15%. ماشي أنا اللي أنت قلتي 13 هي 15. لا لا 15. يا باش. واش تهدي الواحد يحب يطيب؟ دوك نشوفوا المديرة ما هي اللي تبعث الطابلة عن بك هنايا. نديروا فيها الثقة. لا لا ما ما لحقش ما لحقش ما عليش. عبد الكريم تفضل تفضل. نعيطوا لرضوان. رضوان يا اخويا رضوان تفضل. سامحني تفضل تفضل رضوان. طروشوك. دخت هاي. عندك 25 ثانية، خمس أسئلة. إذا سمعت هذه الإشارة اعطيني إجابة واحدة أخرى ولا قول لي نجوز باش ما نضيعوش الوقت. إن شاء الله. بالربح. أك واجد. طب وش مكتوب فوق غلاف قرعامة؟ ماء معدني. واص. واش تروح تدير في البوسطة؟ نحط دراهم. أذكر مغني جزائري اسمه طويل. محمد بن قل بن أيت بن قلات. أذكر حاجة تديرها قدام المرايا. نغسل وجهي. واش تهدي الواحد يحب يطيب؟ موس. واش مكتوب فوق غلاف قرعامة؟ يا 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 درا يا سفيان. يا درا يا درا. واش مكتوب فوق غلاف تاع قرعامة؟ لا مارك. لا مارك. الماركة. لا ماركة لا والو. انت ما قلتهاش. طب اجابة هو الحجم. لترا ولا زوج ولا 33 ولا 0.5. واش تروح تدير في البوسطة؟ الاخر يجبد وانت فيري دير فيرمون. نحط دراهم 6%. اذكر حاجه ديرها قدام المرايا. هو يمشط وانت تغسل وجهك. واش قلت لي تغسل؟ 100 من الناس واش قالوا؟ يزينوا باسكو قدام المرايا واحد يزين يبيش يزين صح كيما انت قعدت واحده ساعه باش دير هذيك صح ولا لا؟ لا صح. واش تهدي الواحد يحب يطيب؟ موس. موس. حداش كيما بحالك بصح. طب اجابه هي اجهزه كهرومنزليه. جهاز قلت جهاز كهرومنزلي تربح. واش نقول لكم جباباك راح تولوا. اذكر مغني جزائري اسمه طويل. قلت من قلت 7%. طب اجابه اقراها الحاج الهاشمي قروابي الله يحموه. يعطيكم الصحة عائلة منغور 2,230,000. سي عبد الكريم، فهد، سفيان، عبد الرزاق. وي تولوا ولا ما تولوش؟ نولوا. تولوا؟ نولوا سير. إما لا نقول لكم ولوا، أما احنا إن شاء الله نولوا معاهم المرة الجاية. الله يفرقنا بلادهم الحصول يا بلاش.